بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني وجينا للفقرة الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه نسمع بعض الناس يقول يد الحلق للي ما حكم هذه الكلمة وهذا المثل الشائع بين الناس أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن هذا المثل وهذه المقولة فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا ما ينفعش واحد بيتادب بادب الاسلام وينهج نهي خير الانام يقول لاخوه او يقول لزميله او صديقه يدي الحلق للي بلا يعني ايه؟ يعني لو شفت واحد ربنا انعم عليه وظهرت عليه نعم الله تذكر ان النعمه التي هو فيها من الله انما تقول له يدي الحلق للي بلا ودان معناها ايه ان الله لا يحسن التصرف مع خلقه ان الله يعطي من لا يستحق اياك ان تفعل هذا اعلم ان كل شيء بقدر الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب ربنا اراد ان يغني هذا يفعل ما يشاء ربنا اراد ان يذل هذا يفعل ما يشاء ربنا اراد ان يفقه هذا أن يذل هذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون حتى ربنا يقول لك في القرآن الكريم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بيبسط الرزق لمن شاء ويمنع الرزق عمن شاء ألم يقل في القرآن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الناس درجات الناس طبقات فضل الله بعضهم على بعض الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا فبنقول للي بيقول هذا المثل او هذه المقوله يدي الحلق للي بلا ودان امتنع عن هذا القول ولا تردد هذا القول يا عم الشيخ ده احنا بنسمع الكلام ده من ابائنا ومن اجدادنا ومن كذا ومن كذا طيب انت عرفت انه غلط من الآل نبه الناس ونبه اصحابك كلهم لهم لا هذا المثل خطأ فيه اساءة ادب مع الله جل وعلا، واحنا عايزين نبقى مؤدبين مع ربنا، فنسأل الله جل جل وعلا ان يؤدبنا واياكم بادب الاسلام وان يؤدبنا بادب خير الانام، اللهم امين يا رب العالمين. اشوف حضراتكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.